التكليف رئيس للحكومة مربوط بتأليف الحكومة، بشكل الحكومة، بالمحاصصة داخل هذه الحكومة، وبرئاسة وبرئاسة الجمهورية. يلي صار عمليا، تنفوت شوي بالمعطيات يعني، وهيك حاول فخامة رئيس الجمهورية أن يستفيد من فترة ما بعد الانتخابات النيابية لا حتى الآن، من أجل أنه عمل استشارات قبل الاستشارات، استشارات عملية فعلية لا توصل إلى برنامج حكومي إذا بدك، وعلى أساسه تم اختيار شخصية حكومية. هذه يعني هذه المحاولات بقت بالفشل، بقت بالفشل، ونحن أمام يعني واقع جديد هلأ، وهلأ منفصله شو راح يكون. حاول الوزير جبران باسيل أنه يبعث رسائل جاس نبط عبر مفادين بشكل رسمي وغير رسمي للرئيس نجيب ميقاتي، وشوف مدى استعداده للتفاهم من أجل تسميته لرئاسة الحكومة. طبعا معروف موقف الوزير باسيل، موقف الوزير باسيل كان مبلغ أنه هو بده الخارجية، بده الطاقة، بده العدل، وبده تعيينات، بده إقالة حاكم مصرف لبنان، يعني مجمل الشروط. هذا الأمر اعتبره الرئيس ميقاتي أبد أساسا، يعني ما قبل الرئيس ميقاتي يفوت بهذا البازار، ولا أخذ ولا عطي، وهذا الأمر يلي أزعج كتير الوزير باسيل. يعني ده هيك أطلق عليه النار بمقابلة، أطلق عليه النار لأنه هو ما قبل هذا، ما قبل أنه هو يخضع لأي شرط الرئيس ميقاتي. هو منه حاطط شرط على حدا، ولا بده حدا يحط عليه شرط، واعتبر أنه يتعامل العهد معه للرئيس ميقاتي. يعني اللي حصل بهاي الحكومة يعني كرئيس كتلة نيابية، ما حق الوزير جبران باسيل يطرح يحط شروط بمعزل عن المحاصصة أم لا؟ يعني حتى الوزير وليد جملاط ما منطعد من أداء هذه الحكومة، حكومة معاد للإنقاذ، لأنه ما نفذت عملت انتخابات لا بالكهرباء، عملت انتخابات وما قدرت تعمل شيء تاني، أقل الواجبات، أقل الواجب. اليوم يلي صار رجع يعتبر رئيس ميقاتي أنه أنا لم أضع شروطا على أحد، ولن أقبل أنه حدا يحط علي شروط لرئاسة الحكومة. هذا واحد. اثنين، بيعتبر رئيس ميقاتي أنه أنا ليش بدي أعطي أعطي العهد بنهايته، أعطي كل شيء وكأنه في بداية العهد. يعني هون المفارقة. طبعا الحسابات هون مختلفة، لأنه العهد والوزير جبران باسيل على قاعدة أنه ربما لن تجري الانتخابات الرئاسية، رئاسة الجمهورية في موعدها، وبالتالي لابد من حكومة يكونوا هن ماسكين فيها ويكون وضعهم قوي فيها، من أجل أنه يكون عندهم يعني نفوذ أقوى بالانتخابات الرئاسية. الرئيس ميقاتي منه شايف انه هو مضطر يعطي شيء للعهد وللوزير جبران باسيل. اذا سأل الوزير جبران باسيل اذا ما بدك يعني اليوم، اذا هو ما بده ما عنده الرغبه يزيح، وبالتالي ما هو مش وحده بيقرر الوزير جبران باسيل. يعني هون الموضوع، موقف الوزير جبران باسيل واضح، وموقف الرئيس ميقاتي واضح. الرئيس ميقاتي ما بده يعمل ديل معه للوزير جبران باسيل، هيدي اختصار يعني بالاخر وصلت لهون الامور. هلا في عدة أسماء مطروحة يعني للاستشارات الملزمة. يبدو لحد هلا أنه الرئيس ميقاتي يعني يستند إلى دعم الرئيس نبيه بري والمرضى وعدد كبير من المستقلين ونواب من الشمال، يعني عنده مجموعة يلي هي متماسكة وملتفة كلها حول شخصه للرئيس ميقاتي. بالمقابل عندك القوى الأخرى، يعني قوات نواب الشمال رح يعطوا يسموا الرئيس نجيب ميقاتي مبدئيا. هلأ عندك القوات والكتائب والأحرار وتيار الوطن الحر، في علامة استفهام على موقف الحزب التقدم الاشتراكي يلي هني ما رح يسموا والتغييريين. يعني عم تقولي الحزب الاشتراكي حسم موقف وما رح يسموا رئيس نجيب ميقاتي؟ لا، عم قول أنا أنه في علامة استفهام بعد، يعني ما حسم موقفه بعد إذا بده يعطي الرئيس ميقاتي ولا ما بده يعطي الرئيس ميقاتي. في تواصل مع الرئيس بري كمان من باب اليوم تحسين شروط التفاوض ليأخذ النائب السابق جملات مقعدين الدرزية. نعم، الباب ليس مقفل بالحوار بين الرئيس ميقاتي وبين الزعيم وليد جملات. التفاهم عم بيصير عبر الرئيس بري،
بهذا الموضوع، وبالتالي انه بدك تشوف هل رح يتفقوا التغييريين كلهم سوا مع القوات مع التيار والكتائب على اسم واحد لينزلوا فيه بوجه الرئيس مئاتي أما لا. هذا السؤال.